بابا ما تقلقيش منها خالص. اتفضلي يا استاذه. اتفضلي. اه حضرتك جوزها؟ اه. انت مش راضي، مش قادر تسيبها، مش قادر تبعد عنها ولا ايه؟ انت كنت قاعد بره بتقول لي في ناس وبتاع وحاجات، تحكي قصص كده. انا بصي انا كده عملت لك مساج، بعد كده هاجي اعمل لك البلازما. اوكي استني. يلا اوكي، خليكي بقى ريلاكس خالص. اوكي استاذن. انت ايه ده؟ شعرها في لندن اللي هي هو انت بتتكلمي عنها؟ هي مكلماني. طب يعني مش عيب اللي حصل ده؟ يعني ينفع اللي انت عملته؟ لا عادي، انا اعرفها من فتره يعني، وهو عادي يعني، هي اللي جايبانا الحجز. صعبان عليا جدا ما قلتليش بجد، انا لو في مكانها ما كانش حد اتحاسب عليه. هحاسبك عليه باي ذا واي. شوفي مدام، شوفي الدكتوره، انا جاي اقول اعمل لك بروموشن ولا شو؟ قاعده الصبح ومحاسبه. ايوه فعلا عملت لنا بروموشن. شوفي عملت لنا بروموشن حلو، فيديو لطيف كده حلو. هي اللي عزماني هنا، هي اللي جايبه كل شغل يعني، هي اللي قالت المدام بتاعتك، وانا عشان هي كانت عايزه تشوفني. والله ايه المشكله يعني؟ لا وانا شايفني من بيروت عملوا دعايه وملبستني قصص. ابتدى ان انت انسان بجح وانت ابجح منه. هو المكان ده يعني المفروض دلوقتي يعني حضرتك جاي تعمل كده هنا في مكان شغلي عشان تبوظي سمعتي، وبعدين كمان جاي معاك مراتك. دي معقدة عشان توري الامن الناس اللي عندك بتعمل ايه؟ لا مش عشان كده، عشان حضرتك ده سيفتي وايز، وانا اصلا غلطانه قاعده اتكلم معاك. انا اصلا مش عارف ازاي اتصرف معاك. انا قديم، انا قديم، محدش عارف يعمل معايا حاجه. على فكره انت في برشوت عكيت الدنيا وشوفي ما تعملي هيك. بس احكي معايا، ما بتعملي هيك عم تفهمي؟ يلا طيب انت مش الموقف اللي انا محطوطه فيه دلوقتي. لا ما بتعملي هيك. لا والله ما بتعملي هيك. لا مش هقعد اقول لك هتجيب الامن وهجيب المفروض. لا لو بقيت انا ما اعرفكش. شو بقى شو بقى اللي معقده؟ ازاي ما بتعملي هيك؟ هي كثير معقده هالمدام. هتضربك يا بنتي، هتضربك. هو ابو علي معاه حق الزلمه، هتضربك. تعالى انت بقى.